السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي أقدر أنفذ مشروع الصف الثامن اللي هو عبارة عن جيم بوي باستخدام التينكر كاد، البرنامج الجميل السهل اللي هيساعد كل الطلاب إن شاء الله إن هم ينفذوا المشروع بكل سهولة. هنحاول إن احنا في البرنامج بتاعنا نرسم حاجة زي كده باستخدام البرنامج. هنتعرف الأول على خصائص البرنامج وبعد كده نبدأ إن شاء الله نحاول ننفذ نفس الرسمة دي. طيب، الواجهة الخاصة بالبرنامج زي ما احنا شايفين بتتكون من الورك بلين اللي هي قدامي دي، ودي تعتبر ساحة العمل اللي أنا ببدأ أعمل عليها الديزاين بتاعي باستخدام البيزك شيبس اللي هي موجودة عندي هنا وهنشرحها برضو. في عندي كمان اللي هي التوب مينيو، هنعرف كل ايكون من دول بتستخدم في ايه، وكذلك عندي اللي هو الفيو كيوب او الكيو فيو بتاعي اللي انا بستخدمه عشان اقدر احرك واشوف من جميع الاتجاهات سواء من التوب او الفرونت او الليفت او الرايت. انا يهمني الاول اللي هي الورك بلين وازاي بقدر اتحكم في التشيبس. بداية كده هشوف الاول ازاي اقدر اعمل او احرك الورك بلين بدون ملجأ للتوب فيو. طبعا هنا الكيوب فيو اقدر احرك الورك بلين بس بيبقى الحركه يعني ما فيهاش تحكم اكتر، يعني لو كنترول. لو انا عايز اتحكم اكتر باجي اضغط كليك يمين على الورك بلين وتنيني ضاغط كليك يمين وابدا احرك بالماوس، بيتحرك معايا بكل سلاسه وبقدر اتحكم في الحركه بصوره ابطا تخليني اشوف الشكل او الديزاين بتاعي من اي اتجاه انا عايزه يكون محبب او مفضل لي. طيب، الجزء اللي على اليمين بيكون فيه التشيبس اللي انا بستخدمها في الثري دي ديزاين بتاعي. زي ما احنا شايفين بيبقى دايما الديفولت على البيزك تشيبس. البيزك تشيبس طبعا بيكون فيها بعض الاشكال الرئيسيه اللي انا بستخدمها في الرسم، زائد في عندي تكست اللي هي لو حابب اضيف كلمات او حروف او ارقام هنشوفها برضو دلوقتي، واقدر اغير البيزك شيبس من عندي من القايمه ديت. في عندي اهو التكست اند نمبرز، اقدر اضيف اي كاركتر انا عايزه او النمبرز برضو هتلاقيها موجوده تحت هنا في نمبر 2 بيبقى موجود عندي ال1 وال2 وال3 وال4 وهكذا. انا برجع للبيزك شيبس وهنعرف دلوقتي فائدتها. هنا في عندي التوب منيو ديت بتبقى خاصه ب الشيبس اللي انا هضيفها عندي في الورك بلين. الجزء او الايكون الاول دي بعمل عمليه ميرور او فليب للشكل، هنا بعمل الاين وهنشوفها برضو بنرتبها ازاي. هنا الايكون دي بعمل ان جروب، لو في عندي اكتر من شكل اعمل لهم جروب وحبيت ارجع اعمل لهم عزل عن بعضهم بعض بضغط على الان جروب ايكون. وفي عندي الجروب ايكون لو انا عايز اعمل جروب للشيبس اكتر من شيب. وفي عندي هنا اللي هي خاصيه الهيدن لو عايز اظهر او اخفي لبعض الاشكال اللي انا شغال عليها. هنا طبعا الليفت منيو بيكون عندي الكوبي والبيست لو عايز انسخ شكل واكرره. في عندي الدبليكيت على طول اوتوماتيك بعمل دبليكيت للشكل، وفي الديليت. طبعا الاندو والريدو دي لو عملت اي خطا ببدا استخدم الاندو والريدو بحيث ان انا اتراجع خطوه للخلف او للامام. هنا الورك بلين اهو احاول اضيف شكل كده ونتعرف على الخصائص او الفيتشرز الخاصه بالاشكال. لو فرضا ضفنا سلندر، طبعا بروح اختار على السلندر واضيف. لو حابب اعمل زوم ان او زوم اوت عندك السكرول في الماوس او اكنك شغال على اللي هي التاتش باد اكنك شغال على الموبايل، ببدا بالتو فينجرز ابدا اكبر زوم ان اند زوم اوت. طبعا هنا لو ما قربت كده بيبان معايا لو خدنا بالنا في للشكل اربع زوايا او اربع مربعات باللون الابيض، ودول بقدر اغير السايز لينث ويدث من خلال الايكون من الايكونز الاربعه او المربع السكوير الصغير الابيض ده، ببدا احرك اللينث والويدث مع بعض. يعني شايفين 21 21 22 22 وهكذا اقدر اتحرك زي ما انا عايز بحيث ان انا اكبر او اصغر في اللينث والويدث مع بعض. طيب انا لو عايز اضيف قيم ثابته
معينة 20 في 20 مثلا، بضغط هنا على الأرقام وأعمل أكتب 20 هنا وأجي هنا أكتب 20، يبقى أنا كده عملت شكل 20 في 20. الأشكال اللي هي الصغيرة اللي هي الباتونز اللي هي اللي باللون الأسود أو المربعات دي بتغير لي من جهة واحدة بس أو من طرف واحد، سواء لينس أو ويتس. تمام، خلينا نرجع تاني نضغط على المربع الأبيض، باين معايا اللينث والويتس، أخليها مثلا 15 باي 15. أوكي، طيب كده اتعرفنا على الـ 8 سكوير اللي هم الفور الوايت أو الفور وايت سكوير والفور بلاك سكوير. في عندي مربع باللون الأبيض فوق في الأعلى، ده خاص بالهاي أو الارتفاع بتاعي. هنا خلينا نفرق بين الهاي وبين الأيكون دي، دي خاصة بالارتفاع، أقدر أضغط عليها برضو بيبقى معايا لو عايزها بارتفاع 3. تمام، وأقدر أحركها فري إن أنا أتحرك أب وداون عادي لحد ما أجيب القيمة اللي أنا عايزها، خلينا نخليها وليكن 5. تمام، أما الأيكون اللي فوق ديت هي بتحركها لي لايرز، يعني بترفع لي الشكل بالكامل عن المستوى الأفق بتاعي. ديت بستخدمها لما بكون بعمل جروب او عايز اعمل اول زي ما هنشوف دلوقتي. طيب الكالرز بتاع الشيب بغيره منين؟ من هنا، انا لما بعلم على الشيب بيبان زي تظليل باللون اللي هو الازرق الفاتح، ده معناه ان الشكل ده مظلل. بضغط هنا على الكالر واقدر اختار اي لون انا عايزه. تمام، طيب امال ايه ديت؟ ديت ان انا بحول الشكل الى هول، هول يعني فجوه، بحيث ان انا لو عايز اعمل فراغات في الاشكال، وهنشوف هنعمل فراغ او اعمل سيركل مفرغه من الداخل ازاي دلوقتي. يبقى انا عرفت دلوقتي ازاي اتحكم في التشيب بتاعي كسايز. طب لو انا عايز اتحكم فيه كروتيشن او روتيت، باجي اضغط على الايكون ديت واقدر اكتب انا عايز اغيرها بمقدار كام، ولكن 90 درجه. طبعا بيبدا يلتف معايا بنسبه 90 درجه. طبعا كمان هي سلندر قدامي مش باين عمليه الدوران، هنبقى نمثلها على مكعب كمان شويه. طيب بعد ما ضفت وعملت الشكل ده، انا عايز استخدم خاصيه اللي هي الجروبنج والالاين، ان انا لو ضايف شكل تاني وعايز اعمل محاذاه او جروب. طيب بعد ما رسمت الشكل ده هبدا اخد كمان سلندر عشان لو عايز اعمل تجويف، خلينا نرسمها بعيد شويه. دي لو فاكرين كانت 15 في 15 او 15 باي 15، انا هصغر دي شويه عشان اعمل تجويف داخل السلندر بتاعتي. فباجي اضغط هنا على المربع، هكتب اخلي دي مثلا 12 باي 12. اوكي، طيب الارتفاع زي ما اتفقنا هكبس فوق على المربع اللي في الاعلى واخليها بنفس الثانيه 5. تمام، او اقدر اخليها 6 بحيث ان هي تكون الارتفاع اعلى. طيب انا عايز بقى اخليها في وسط السلندر الثانيه وعايز اعملها هول، يبقى اول حاجه احولها الى هول الاول فيرست هول، وبعدين اضغط على شيفت من الكيبورد وابدا اضغط على الشكل الثاني كده، عمل لي سيلكت على التو شيب. هنا هتقوم ظاهره لي الايكون اللي هي الخاصه بالالاينمنت. لو ضغطت على الالاينمنت اول ما اكبس عليها الايكون الاينمنت بيظهر لي الدوائر اللي احنا شايفينها دي. في عندي align في محور الاكس والاين في محور الواي، انا عايز اخليهم على خط واحد متوازي، كل واحده في مكانها بس على خط واحد بالنسبه لمحور اكس. فباجي اضغط على الايكون اللي في الوسط كده خليهم لي في مستوى واحد زي ما احنا شايفين. حابب اجمعهم الاثنين في نفس المستوى بحيث ان انا اخلي سيركل في الوسط او التجويف ده في وسط بالظبط الدائره او السلندر بتاعتي، بضغط على المربع السيركل الثاني اللي في الوسط، هنا بيجمعهم الاثنين فوق بعض في الوسط بقياسات 100% صحيحه. طيب انا دلوقتي لسه مش باين برضو معايا اللي هو التجويف او الهول، فببدا اعمل اضغط على ايكون ثاني اسمها جروب. لما اضغط على جروب بالنسبه للشكل هيبان معايا ان تحول الى جروب، عمل التجويف في السلندر بتاعتي فتحولت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب نرجع تاني، خلينا نتحرك، عايز اضيف المكعب ده تمام واعمل له روتيت
بمقدار 45 درجة. خلينا نصغر الارتفاع بتاعه وليكن 5 برضو، وخلينا نخلي على هيئة مستطيل باين عشان يبان معايا روتيشن. لو انا ضغطت هنا على روتيت وكتبت 45 degree، شايفين اتحول او حصل له روتيشن بمقدار كام؟ بمقدار 45 درجة. انا عايز اعمل جروب للشكلين دول بحيث انه يظهر معايا كشكل واحد فقط، فببدأ اعمل كومباين للشكل، وعايز اكون اكثر دقة فبعلم على الشكل الثاني وابدأ اختار من هنا align، هيبقى معايا زي ما اتفقنا. اقدر اختار هنا سواء بالسنتر، شايفين ديت الجروبينج، او عايز اجمعهم في الشكل بتاعي، عايز اعمل تراجع بعمل تراجع. طبعا على المحور اللي هو 35 هجيب التوب فيو، تمام، واقدر اعمل روتيشن للشكل ككل، شايفين هنا لو عملت روتيشن بمقدار 45، هنا بقى اقدر اختار اللي هو الالاين واخليهم الاثنين في مستوى واحد. طيب انا عايز اخليهم كشكل واحد، اضغط على الجروبينج، تمام، هيحصل ايه؟ هتحول بقى شكل واحد، وزي ما احنا شايفين خد الكلر الاكثر اللي هو اللون الاحمر بقى كله شكل واحد. يبقى ديت حاجات بسيطة تساعدني في انشاء الجيم بوي اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب خليني بقى نحذف الرسمة ديت وابدأ اشتغل مع الجيم بوي. جزء بسيط بس عايز اشرحه قبل ما انتقل، اللي هي عملية الدبليكيت. لو ضغطت على دبليكيت خلينا نشوف كده ايه اللي حصل. ايوه عمل لي من نفس الشكل، هي نفسها خاصية الكوبي والبيست، بس بيجي لي بنفس الميجرمنت وبنفس القياسات، دي هتساعدني برضو في التصميم. خلينا نحسب الجزء ده ونبدأ نصمم معايا الجيم بوي. لو خدنا بالنا من الصورة تاني، انا عايز ارسم شكل مستطيل وبعدين يبقى في سكرين في الاعلى، في عندي اربع ازرار اللي هو A و B و Y و X، بعدين في زر برضو دائري R، وبعدين الارو الاسهم اللي عندي، وفي زرارين اتنين اللي هي Start و Select، وتقدر كمان تعمل اللي هي السبيكرز اللي موجودة عندي. خلينا نبدأ كده الرسم ونشوف. هبدأ الاول اصغر الشكل بتاعي وابدأ اضيف بوكس، اخلي المقاسات بتاعتي وليكن 80 في 60، او خلي ده 100 في العرض بتاعي يكون 70، ونشوف هل هيكون مناسب ولا لا. حابب اكبر شوية برضو زي ما احنا عايزين. انا ليه بكتب بالارقام؟ عشان هيكون فارق معايا الرقم هنا 35، خلينا نخلي ده 100 عشان وانا ببني السكرين بتاعتي. كده انا رسمت المربع بتاعي او البوكس، بس شايفين الارتفاع عالي جدا، فانا هبدا اخفض الارتفاع من المربع اللي في الوسط ونخليه ارتفاع 5، هيكون معايا الارتفاع مناسب شويه زي ما احنا شايفين. هبدا كمان بنفس الطريقه اعمل اغير اللون الاول الكالر، وليكن نخليه باللون الجراي زي ما موجود عندي في الرسمه، او حابب لك حرية الاختيار تختار اي لون انت حابب، تمام. خلينا نغير اللون شوية. اوكي بعد كده هبدأ اضيف بوكس تاني اللي هو هيكون السكرين بتاعتي. اتفقنا العرض ده 100، يبقى هبدأ اخد الكيسات بتاعتي 100 ده العرض. طيب الطول بتاعي خلينا نقول 50 ونشوف. كبير شوية. طيب خلينا نقول 30، طبعا بنتحكم زي ما احنا عايزين. ايوه اصغر شويه، خلينا نقول 45. بس انا لو جيت عملت جروبنج دلوقتي هيبقى جاي على نفس الحجم بالظبط، يبقى لازم اقلل ده وليكن 2 سم من هنا و2 2 مللي من هنا و2 مللي من هنا، يبقى خلينا نقول ديت 96 عشان يبقى اقل شويه، وهنا 45. اوكي عايز اعمل لهم جروبنج، هبدا اظلل كده بالماوس، اذا حددت عليهم الاثنين واعمل الاينمنت زي ما اتفقنا. لو ضغطت هنا هيجيب لي جروب، عايز اخليهم الاين تو اب،
طبعا جابه للاعلى، ابدا اتحكم فيه زي ما انا عايز. لينا نلغي السلكت واتحكم في الشكل ده زي ما انا عايز. الارتفاع بتاعي عالي جدا، فانا هخلي الارتفاع نفس الارتفاع الثاني او السابق، نخليه بمقدار كام وليكن 5. كده السكرين بتاعتي مظبوطة. اقدر اتحرك بالارو، الارو بتاعتي، واغير السكرين بتاعتي وليكن للشكل البلاك. خلينا نشوف الشكل كده مع بعض. شايفين انا كده قدرت ان انا اعمل اللي هي البلاك بتاعتي او السكرين. اقدر اكبر عادي لو حابب زي ما احنا شايفين. طب انا حبيت اعمل ديت هول عشان يبان ان هو كتجويف للداخل، واحط فيه مكعب تاني، ليك حرية الاختيار. عايز تسيبها كده، احنا بنحاول نعمل اي شيء بسيط. احنا تعرفنا ازاي اقدر اعمل هول واعمل جروبينج عشان اقلل القيمة بتاعتي. طيب بعد كده هبدأ احاول ارسم المربعات الاربعة اللي موجودون قدامي. طبعا تقدر تعمل تصميم تاني داخلي لو حابين نعمله دلوقتي. هنضيف كمان بوكس او اعمل من ده بقى على طول دوبليكيت. تمام، اغير الكالر بتاعه الى لون افتح شوية، وابدأ اصغر من هنا جزء بسيط بحيث ان انا اعمل سنتر ليها تبقى باينه الشاشه معايا كده. هبدا اضيف بقى اللي هي الازرار زي ما احنا شايفين، 4 buttons اللي هم عباره عن سيركل، برضو بيكونوا نفس السلندر. هبدا اصغر، خلي بالك هنا هبدا اعرف المقاسات عشان اعمل دبليكيت منها. خلينا نقول 5 وهنا 5. لا نكبر شويه خليها 10. اوكي، لو جيت عملت زوم، اوكي ده الباتون الاول، بس لو جينا بصينا الارتفاع بتاعه عالي جدا، فبعلم عليه طبعا على المربع اللي في الاعلى واخلي الارتفاع بتاعي وليكن 2. سوري، لازم يكون اعلى شويه من الباتون. طب لو هو 2 حابب اطلعه فوق من الاعلى، من هنا من الايكون ديت ابدا اطلع كده زي ما احنا شايفين كده، انا عملته للاعلى. ببدأ أرجع تاني عشان أحاول أخلي الشكل في الوسط. هنا نحرك الشكل هنا كده، وأبدأ أعمل منه دوبليكيت وأنزل وأعمل كمان دوبليكيت أطلعه على اليمين واليسار. اوكي، وكمان دبليكيت واضيفه على الشكل بحيث انه يكون لي العلامة البلس زي ما احنا كنا شايفين في الرسمة الرئيسية بتاعتي. طيب انا عايز اخلي دول الاتنين على محاذاة واحدة، خلينا نقرب دي شوية. هبدأ اعلم سيلكت الاتنين مع بعض واعمل الاينمنت واضغط هنا كده بقوا في الوسط. بنفس الطريقة اعلم على الاب واعمل كده واختار في الوسط كده بقوا مع بعض. طيب نتأكد كده نشوف الشكل. فور باتون، اوكي. طيب لو بصينا كده، حابب ان انا اقرب دي شوية. اقدر اعمل تشينج للكالر، اخلي الباتونز بتاعتي عشان تدي ديزاين افضل شوية، ومن هنا بلو. كده انا خلصت الازرار، وهنشوف دلوقتي ازاي نكتب عليها. نشوف الشكل تاني محتاج ان انا اعمل علامه الزائد ديت. بكل بساطه هضيف بوكس. طيب البوكس بتاعي طبعا مش هول، هبدا اصغره زي ما اتفقنا. التاني نفس الشيء هيبقى 3. تمام، اول ما اضغط 3 هتلاقيه نزل لتحت، ابدا اطلعه كده بالاعلى. تمام، وهبدا اصغر الشكل بتاعي. خلينا نشوف المنظر الافقي. طبعا انا هبدا اعمل الارو زي ما احنا شايفين. ادي الشكل الاول، نصغره سنه.
اوكي، هنخلي الكلر بتاعه اللي هو الجراي او البلاك، وهبدا اعمل دوبليكيت منه، واجي اضغط هنا على الايكون ديت واختار 90 ديجري، يبقى بقى معايا الزائد بالظبط، شكل جميل جدا. حابب احط هنا الدائره في النص زي ما هو موجود قدامي، هنا هنعملها هول تمام، واضيفها عن طريق السلندر برضو، هبدا اخليها وليكن 2، لا سوري ده اللي هو الروتيشن، اضغط على المربع واختار من هنا مثلا 5 multiply by 5، اوكي خلينا نعمل زوم عشان اقدر اتحكم فيها. لو بصينا للارتفاع، نبص كده للارتفاع، ارتفاع عالي جدا طبعا، هي هول، لا انا هخليها باللون الجراي الفاتح شوية، وابدأ اصغر الارتفاع أخليه وليكن 3 برضو نفس الارتفاع، وأطلعها للأعلى عشان تظهر معايا، وهبدأ أحركها أحطها فين هنا، خلينا نجيب من أعلى، ارفعها للاعلى شويه بس عشان تبقى ظاهره معايا هنا تمام. هبدا ارجع تاني، اقدر اعمل لها حركه في الوسط، وبكده هيبان معايا الشكل زي ما احنا شايفين اهو. كده انا رسمت الجزء الاول من الجيم بوي، هقدر برضو احط هنا نفس الاشكال ديت من الأشكال اللي عندي، زي اللي هي شكل الهرم أو المثلث اللي قدامنا ده، أقدر أضيفه عادي كرمز من الرموز إن هو يتحط بس موجود عندي. طيب بعد ما خلصت الشكل ده، هاجي على في عندي تو باتون تحت اهوت، وفي عندي برضو زر أو أرو صغير، هعلم على ديت وأعمل منها دوبليكيت، وأبدأ أعمل لها موف بالأسهم دي اللي هي يكون الار بتاعتي، واغير الكالر بتاعتي وليكن باللون الاخضر مثلا. بعد كده ابدا اضيف اللي هما التو باتونز عن طريق برضو نفس الشيء اللي هو البوكس، وهنا اخليه مثلا اصغر شويه، وهعمل الروتيشن بتاعتي 45 درجة عشان تبقى باينة بالشكل المائل. طيب كده كمان ضفت الشكل، طبعا هيبقى عندي الارتفاع بتاعه عالي شوية، هبدأ أضغط على ديت واختار منها 3، وأبدأ أعمل أب عشان يبان الشكل معايا بالمنظر ده كده. طبعا هنا هنغير اللون بتاعه نخليه جراي، وابدأ احركه في المكان اللي انا عايزه بنفس الشكل. هبدأ اعمل نفس الشكل ده بالظبط، بس هعمل دوبليكيت منه عشان ما عيدش ايه او اكرره، يبقى ده السيلكت والستارت. خلينا نشوف موضوعين ازاي، ايوه بالظبط نفس كده. ولو عايز اعمل دوبليكيت عشان اعمل اللي هو الهول، هنعمل هنا السبيكرز بس كهول، طبعا هنا الشكل زي ما احنا شايفين، اما باجي اكبره او اصغره بيبان ان هو مرتبط مع بعضه، فانا عايز ارسم مستطيل من البدايه، هعمل ديليت لده واخليه كهول، او على طول اختار البوكس اللي هو هول
من هنا وأبدأ أصغر الشكل بتاعي وأبدأ أشوف الهول بتاعتي. أوكي، هنا لو خدنا بالنا شايفين لما بعمل روتيشن هنا بيبان الهول أو التجويف اهوت بالنسبة للسبيكر. طبعا أنا هنا أصغرها شوية وأبدأ أعمل لها روتيشن عشان تبان معايا بشكل مناسب. برضو كل ما أعمل زوم كل ما أقدر أتحكم أكتر في الحجم أو في الارتفاع والطول والعرض. هبدأ أعمل روتيشن بمقدار 45 عشان تبان بالورد زي ما احنا شايفين أهو، وأبدأ أعمل منها دوبليكيت. شايفين؟ أعمل كمان دوبليكيت. دي هتكون التجويفات الخاصة بالسماعة، وبكده أبقى قدرت وأنشأت جزء جميل جدا بالنسبة للي هو الجيم بوي. ناقص إن أنا لو حابب إن أنا أضيف تكست ولا شيء، هبدأ أضيف التكست عندي إزاي؟ هنيجي من هنا من البيزك شيب، في عندي تحت التكست، أختار منها تكست وأبدأ أضيف هنا. أبدأ أصغرها شوية. أبدأ أحركها وهنكتب هنا، ممكن تكتب هنا your name الاسم بتاعك عشان تبقى ضايف الشكل بتاعك على التصميم اللي انت منفذه. طيب هل التصميم ده بيكون بنفس الخط؟ لا، عندي اقدر اختار اي نوع خط انت حابه. تمام، وفي عندي الارتفاع بتاعي كمان، لو جينا عملنا كده شايفين الارتفاع عالي جدا، شكله مش كويس، مش ظريف. هبدأ انزل الارتفاع زي ما احنا شايفين كده، وبنفس الطريقة اقدر اضيف عشان ما اطولش في الفيديو، اقدر اضيف هنا حرف الار وهنا سيلكت وهنا أضيف الجزء الثاني اللي هو ستارت. وبكده أبقى صممت الجيم بوي بتاعي بأسهل الطرق زي ما احنا شايفين قدامنا اهوت. شكل جميل ومبسط وتاخد فول مارك عليها، تصميم ثلاثي، وتقدر كمان تعمل له برنت اوت على طبعة 3D. أتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط بالنسبة لكم، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.